السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع تولز جديدة اسمها Embellace Family Warning. الأداة دي ملهاش أي لازمة خالص، غير أول ما تقول له إن أنا عايز أعمل Family Embellace هيجيب لك رسالة يقول لك خلي بالك يا ريت ما تعملش كده، يعني حاول ما تستخدمهاش غير في أقل الحدود، حاول تعمل Family حقيقية. كل اللي بيعملوه إن أنت لما تقول عايز أعمل Family يجيب لك الرسالة دي، شخص كده هيقول لك خلي بالك ما تعملش Family Model Embellace، اعمل Family، فتقول له أوكي فيفتحها لك عادي، مفيش أي مشكلة خالص، لا أكثر ولا أقل.